بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الأخوة الذي رمز لاسمه بمعاذ من الثقبة في المنطقة الشرقية. يقول: هناك خلط عند بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته، وبين التوسل بذاته وجاهه. ما هو الضابط الشرعي في مثل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل أن التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل بطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الطاعة التي توصل إلى رضاه سبحانه وتعالى. الوسيلة هي القربة، التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل. والمراد بالتوسل هنا التوسط بشخص في قضاء حاجة الإنسان، كأن يطلب من شخص صالح أن يدعو الله له بقضاء حاجته، كما توسل عمر بدعاء العباس بن عبد المطلب في قصة الاستسقاء. توسل بدعاء الصالحين الحاضرين هذا لا بأس به، وكذلك التوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسل باتباع الرسول وطاعة الرسول، كذلك التوسل بمحبة الرسول، هذه عبادات. لا يجوز التوسل بالأعمال الصالحة. محبة الرسول عمل صالح، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به عمل صالح. يجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وكذلك من أنواع التوسل الجائز توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها يعني توسلوا إليه بأسمائه وصفاته. تقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، أو يا غفور الرحيم اغفر لي ذنوبي، وهكذا. فهذه أنواع من التوسل المشروع. وأما التوسل بذات الرسول أو بغيره أو بجاهه هذا محرم، لأنه بدعة ولا أصل له ولا دليل عليه، ثم هو وسيلة إلى الشرك أيضا بالمتوسل به. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر والأخير يقول: كيف يحقق المسلم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يحقق ذلك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما أباحه صلى الله عليه وسلم، والاجتناب لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه. والآية وإن كانت نازلة في الفيء بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني من الفيء، ما نهاكم عنه فانتهوا، ولكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة عند الأصوليين. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة أخرى. السائل أبو هيثم من تبوك يقول: ما حكم قول بعض الناس: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك؟ هذا كرهه أبو حنيفة رحمه الله، وهو محل احتمال، لأن العرش مخلوق. أما المراد بمعاقد العز، إن كان المراد بذلك شيء مخلوق هذا لا يجوز، وإن كان المراد بذلك صفة من صفات الله عز وجل واستوائه على عرشه فلا بأس بذلك. نعم. أيضا يسأل يقول: وليشمل التوسل بالموتى وزيارة القبور
الحكم في أن يقول المسلم يا رسول الله اشفع لي عند ربك، أو يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الله إذا كان مريضا؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز طلب الشيء منه، لا يطلب من الرسول الشفاعة ولا الدعاء ولا غير ذلك، الرسول لا يطلب منه شيء. أما أن تطلب من الله تقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، شفع في عبادك الصالحين، فلا بأس بذلك، لأنك تطلب من الله لا تطلب من المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول إذا تبايع رجلان بيعة في مجلس وأراد البائع أن يرجع عن بيعته، هل يجوز له ذلك؟ نعم، خيار المجلس، قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان هما في الخيار حتى يتفارق من المجلس، البيعان بالخيار، هكذا نص الحديث، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط. الحاصل أن مجلس العقد فيه الخيار في البيع. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول بعض الناس يجلب إلى السوق سلعة ويتفق أهل السوق على ترك شرائها أو مساومتها، ويوكلون واحدا منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها عليه وبرخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، ما حكم هذا التصرف؟ هذا حرام والعياذ بالله، تغرير بالناس وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا من النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تناجشوا، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن. ومثلها أيضا العكس، وهو أن يتواصوا بعدم سوم السلعة حتى يضروا بصاحبها ويبيعها برخص، هذا أمر حرام لأنه خداع للمسلم وأكل للمال بالباطل، والواجب على المسلمين الصدق والتناصح في هذا الأمر، الدين النصيحة، لا يغشوا ولا يخدعوا، وأن يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال من أم عبد الله من جازان، تقول حصل بيني وبين زوجي طلاق، وهو الطلاق الأول رجعي، وقدر الله على زوجي أن يتوفى في حادث سيارة، وأنا في عدة الطلاق، هل يحق لي أن أرث من ماله، وهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم لا؟ عليك أن تراجع المحكمة، القاضي ينظر في هذه القضية حيث الميراث. أما العدة فأنت إذا كنت رجعية تتحول إلى عدة متوفى عنها لأنك زوجة ما زلت في العدة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الاستغفار؟ لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الثناء عليه من الله عز وجل، وهذا من حقه علينا، ما قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على عليه وسلم تسليما، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الله له بذلك الأجر والثواب العظيم. ما الاستغفار؟ فهو طلب المغفرة من الله لا من النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة حق للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الاستغفار فهو طلب من الله، تطلب من الله أن يغفر لك ذنوبك. نعم. الصلاة على النبي ليست داخلة في الأذكار أيضا؟ نعم، هي ذكر من الأذكار، بل إن الدعاء لا يقبل حتى تصلي على نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤاله الآخر يقول هل يجوز صلاة الاستخارة بعد أداء صلاة الفريضة؟ لا، صلاة الاستخارة تنفذ كما جاءت في الحديث، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى، وهذا السؤال حيث يقول السائل زوجتي عادتها تلعن وتسب أولادها وتدعو عليهم تارة بالقول وتارة بالضرب عن كل صغيرة وكبيرة، نصحتها كثيرا بالإقلاع عن هذا العمل المشين ولم تستجب، حتى كانت النتيجة أن كره الأولاد هذه الزوجة أمهم، ما هو رأي فضيلتكم في مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وهل لي أن أسعى في طلاقها؟ عليك كما ذكرت بمناصحتها وتخويفها بالله من هذا الكلام، وأن هذا يسبب نفور الأولاد منها وبغضهم لها، تناصحها بهذا الأمر، فإذا استمرت عليه ولم تقبل ورأيت عدم الاستمرار معها فلا بأس أن تطلقها تلافيا لشرها.
نعم. سؤال آخر من هذا السائل يقول: حكم خروج المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي من التدريس والتمريض أو مراجعة المستشفى من أجل المواعيد الكشف على صحتها المرضية. مراجعتها للمستشفى لا بأس بذلك، لأن هذا حاجة تحتاج إليها، لا بأس بخروجها لحاجتها نهارا لا ليلا، تخرج في النهار. وأما خروجها للعمل فإذا كانت تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى الراتب لتنفق على نفسها أو على أولادها، فلا بأس بذلك، لأن هذا من الحاجة، بل قد يكون من الضرورة، فتخرج بقدر الحاجة ثم ترجع إلى بيتها. والمعروف نظاما كما أفهم أن هناك نظام في منح المرأة المتوفى عنها إجازة، يعطونها إجازة للعدة فتطالب بها. نعم. أحسن الله إليكم. سعد من الرياض يقول: إذا كانت المرأة كبيرة وطاعنة بالسن، فهل يجوز مصافحتها والجلوس معها وزيارتها عند مرضها؟ أما الزيارة والسؤال عن حالها فلا بأس، تكون متحجبة، وأما مصافحتها فلا تجوز مطلقة، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ولكن يكلمها ويسلم عليها وترد عليه ما في مانع، يدعو لها. نعم. أحسن الله إليكم. يظن بعض الناس أن المرأة الكبيرة في السن يسقط عنها بعض التكاليف الشرعية، ما صحة ذلك؟ سأل الله العافية. المسلم لا تسقط عنه التكاليف الشرعية إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله ذهبت عنه التكاليف الشرعية، أما ما دام عقله باقيا فإنه مكلف، تجب عليه الصلاة، تجب عليه العبادات، لكن يؤديها حسب استطاعته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عن الخلع، هل هو طلاق محسوب من الثلاث طلقات، وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟ نعم، هكذا في المذهب أنه ليس من ألفاظ الطلاق، إنما هو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستدلا بقوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لم يعتبر الخلع والفسخ، لم يعتبره من عدد الطلاق المكمل للثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها؟ نعم يجوز هذا، المستحب والأولى أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ولا لكن إذا رأى أنه يحتاج إلى زيادة أو أنها غالية في يعني عنده ويريد مثلا أن يأخذ الزيادة على المهر فلا بأس، لأن الله جل وعلا قال: ولا جناح عليهما فيما افتدت، فهذا عام. نعم. نحن معكم مستمعين الكرام ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح الفوزان في برنامج نور على الدرب. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: طلب مني أحد المقيمين أن أفتح محل باسمي، وهو صاحب المحل الحقيقي، وهو الذي يبيع ويشتري، وإنما أخذ اسمي ويعطيني مبلغ نحو 2000 ريال شهريا، هل هذا العمل جائز؟ لا، هذا ليس بجائز وحرام، لأنه كذب واحتيال، والنظام يمنع هذا، وفيه معصية لولي الأمر في تستر، فلا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده في حالة الدين على مفلس أو مماطل أو جاحد؟ الدين إذا كان على مفلس أو مماطل أو معسر لا تدري هل تحصل عليه أو لا تحصل عليه، ليس فيه زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنك تزكيه لسنة واحدة، هي سنة القبض. نعم. وإذا كانت الديون على مؤجلة مرجو سدادها؟ يزكيها كل سنة، لأنها ملكه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، الوالدة تطلب مني ترك شرب الدخان وأنا أرفض ذلك، هل هذا عقوق بها، وما كفارة ذلك حيث توفيت الوالدة وأنا نادم على ذلك؟ هذا معصية لله عز وجل، معصية لله، الله حرم عليك هذا، حرم عليك الخبائث، وحرم عليك الإضرار بنفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا من حق الله عليك أن تطيعه وأن تجتنب ما حرمه الله عز وجل. وأما أنك خالفت نصيحة الوالدة فأنت مخطي، وهي مأجورة في ذلك، وأنت أخطأت، ولكن عليك أن تترك الدخان، فإنه مضر، أنقذ نفسك من الهلاك ومن الضرر، فإنه مضر وقاتل، لأن الأطباء شخصوا فيه أمراضا كثيرة وخطيرة أيضا، فاتركه. نعم.
نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بهذا السؤال من السائل، حيث يقول: ما حكم صرف الأموال التي حصل عليها الشخص بطريقة غير شرعية ويرغب صرفها في بناء المساجد أو قضاء الديون عن المعسرين أو دفعها لجمعيات خيرية؟ إذا كان يعرف أهلها فيردها عليهم، أما إذا كان لا يعرف أهلها وتاب إلى الله منها وهي أموال غير شرعية فإنه يجعلها في المصالح العامة، كالمال الضائع الذي ليس له مالك يضعها في المصالح العامة، وإن توزعها على المحتاجين تخلصا منها فلا بأس، لكنها ليست صدقة وإنما هو من باب التخلص وإبراء الذمة منها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وقد انتهت هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك بأقواله وأعماله ومتعه بالصحة والعافية. في الختام أيها الإخوة والأخوات، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.